أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14 وفاة و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبينت الوزارة أنه بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 49 حالة، فيما غادرت 51 حالة. ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 391 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة 355 بنسبة إشغال 9%، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم قرابة 53%. أرحب بدكتور سعد الخرابشة، رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الأسبق. أهلا بك معنا دكتور. إذا سمعنا من وزير الصحة دكتور نذير عبيدات قبل قليل في المؤتمر الصحفي أن الوضع الوبائي حاليا مقارنة بالأسابيع الماضية هو أفضل. ما الذي يمكن قوله الآن عن الوضع الوبائي في الأردن؟ هل هو جيد؟ هل نحن في حالة ممتازة أم مقبولة؟ كيف تصف الوضع الوبائي؟ يعني ابتداء من بداية الأسبوع رقم 47، يعني اللي هو يعني خلينا نقول يمكن بأواخر شهر 12، يعني خلال الثمان أسابيع الأخيرة شهدت المملكة انخفاضا واضحا في أعداد الإصابات ونسب الإيجابية للفحوصات المخبرية وأعداد الوفيات وكذلك نسب الإدخالات للمستشفيات. كل المؤشرات الوبائية المتوفرة حاليا تقول إنه المنحنى الوبائي الآن يعني بوضع ممتاز جدا ومستقر. مستوى الانتقال المجتمعي، يعني لعلكم تذكرون ويذكر الإخوة المواطنون أنه إحنا قبل شهرين حددنا أو صنفنا مستوى الانتقال المجتمعي للعدوى في المجتمع الأردني، وكان المستوى الرابع أو المستوى الأعلى أو الأخير من مستويات الانتقالات المجتمعية. الآن خلال هذا الشهر عدنا تصنيف مرة أخرى في ضوء التحسن على الوضع الوبائي، وتم تصنيف الأردن أنه الآن إحنا يعني في درجة الانتقال المجتمعي الثالث وربما في بداية المستوى الثاني من الانتقال المجتمعي، بمعنى أنه مستوى سرعة انتقال العدوى في المجتمع الأردني أصبحت أفضل بحوالي درجة إلى درجة نص من قبل حوالي شهرين. كل هذه المؤشرات يعني تنبئ بأنه وضعنا الوبائي أصبح يميل كثيرا إلى الاستقرار، ويعني نتأمل إن شاء الله هذا ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. نعم. للمجتمع الأردني خلال الفترة نرجو القادمة. ذلك دكتور، وبالرغم من حالة الاستقرار التي تتحدث عنها إلا أنه البعض الآن يتخوف من موجات جديدة كما حصل في دول متباينة أو غيرنا من الدول. أردنيا إلى أي مدى هذا التخوف قائم؟ يعني كل الاحتمالات واردة، لكن هذا يعني هذا التحسن اللي تكلمنا فيه هذا يتطلب منا المزيد من الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية، وأيضا الإقبال على التطعيم لمرض الكورونا الذي أصبح متوفرا في الأردن. يعني الإجراءات الوقائية الآن أصبحت متيسرة للمواطن الأردني من حيث الإجراءات العادية اللي أصبحت نسبة الالتزام فيها جيدة من حيث الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي والنظافة، يضاف إليها الآن وسيلة وقائية ناجعة أكثر وهي توفر المطعوم. فإذا ما التزم المجتمع بهاتين الوسيلتين نعتقد إن شاء الله سنكون بمعزل عن التعرض لموجة حادة أخرى، لكن بتظل الاحتمالات كلها قائمة، ولذلك وجب علينا أنه نكون حذرين لعدم تعريضنا
الى 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 موجه اخرى ان شاء الله. نعم، التقيد باجراءات السلامه ضروري في كل الاوقات ويجب متابعته. يعني البرنامج الوطني للتطعيم يسير بشكل جيد، وكما وضعت الخطه له بحسب وزير الصحه النذير عبيدات، وهنالك كميات كبيره ستتوفر في الاسابيع القادمه من اللقاحات. نعم. بالنسبة لهذه الفترة التلقيح يسير بشكل جيد، ولكن مقارنة بالعديد من الدول كيف هو الوضع؟ يعني خلينا نعترف بشغلة أساسية. الآن يعني لا نستطيع أن نقيس أنفسنا بالدول التي تصنع المطاعم. الآن واضح رغم دعوات منظمة الصحة العالمية والعديد من الجهات الدولية المعنية بالصحة بضرورة توزيع اللقاحات بعدالة على جميع الدول، سواء الدول الغنية أو الفقيرة، لكن واضح أنه أصبحت بعض الدول الغنية والتي تصنع المطاعيم تعطي الأولوية لسكانها. الآن مثلا مطعوم زي مطعوم فايزر أمريكي، واضح أنه يعني في نوع من الشح في توفيره لمعظم الدول النامية، لأنه أمريكا الآن يعني عمها نعطي أولوية لسكانها وطلبت من الشركة أنه يوفروا بحدود 100 مليون جرعة خلال الأشهر القليلة القادمة للمجتمع الأمريكي. نعم. لأنه يعني في مصادر أخرى. نعم. وبنعول كثير على أنه في شركات عديدة عمالها بتصنع مطاعيم. نعم. وهي يعني أصبحت تقريبا شبه جاهزة أو بعضها جاهز. نعم. اللي يورد المطاعيم. شكرا جزيلا لك دكتور سعد الخرابشة، كنت معنا عبر الهاتف رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الأسبق.